طيب يا جماعة، في هذه الحلقة راح أتكلم عن أول مانجا رومانسية قريتها في حياتي، ومتأكد بعد هذه الحلقة نظرتكم لي راح تقلب 180 درجة من ناحية وش الفقر اللي انت فيه أسراج. بالله يا جماعة تصدقوا على البني آدم مرة مسكين. بيني وبينكم يا جماعة، كنت زمان أحب أقرأ الأعمال المشهورة، يعني مثلا أدخل على موقع مانجا مرة مشهور وأروح عند الجهة حقت الأعمال المشهورة. هذه المانجا راح أسوي عليها مراجعة، مركزها الخامس من ضمن الأعمال المشهورة. تستوعب أنت إيش قلت؟ أيوه، يعني وقتها كانت تواجه ناروتو وون بيس وبليتش وفيريتيل، هذيك الحقبة اللي مرة كانت قوية والأعمال قاعد تحاول تتنافس عمية الأقوى، هي كانت المركز الخامس. استغفر الله العظيم يا جماعة، ايش اللي صاير؟ ايش اللي صاير؟ فهموني ايش اللي صاير؟ اكيد الاكثرية وبصراحة ما الومهم عندهم ولا علامة استفهام من ناحية الرسومات حق العمل، يعني ايش بأمها هذه عيونها كبيرة زي كذا، لكن حرفيا يا جماعة كانت الرسوم هذه زي الموناليزا بالنسبة لنا، لكن في الوقت الحالي ولد اختي يقدر يرسم رسوم احسن منها وهو في صالة بيتنا وقاعد يتفرج بندرتي كمان. على العموم يا جماعة ماني منطول، وخلينا نعطيكم مراجعة بسيطة عن أول مانجا رومانسية قريتها في حياتي. بس قبل ما نبدأ كالعادة، لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وصلوا كل جديد، وتدف المقطع للناس المهتمين بالأنمي والمانجا والمنهوة وأي حاجة. القصة بتتكلم عن شخصية سوباكي تشان، وهذه الشخصية يا جماعة جدا تهتم بالموضة والأناقة، ده غير انه هي كمان فنانة بتصفيفات الشعر، يعني مثلا اختها تقعد تقول لها بالله يا اختي ابغاك اليوم تسرحي لي شعري، ابغى اكون زي ايما ستون هذيك اللي من هاري بوتر، وحرفيا تقعد تضبط لها شعرها لدرجة انها تخلي كل الشباب صافين تحت بيتها. دام والله يا جماعة شكلي بحجز عندها انا، ولا اقول لكم لا. بس مشكلة بطلتنا تسوباكي يا جماعة، رغم انه هي مهتمة بالاناقة والموضة والفاشينيستا واخر الصيحات، الا انه هي ما عندها الثقة القوية بنفسها من ناحية انه هي تقدر تقابل الناس بهذه الموضة، يعني هي ما عندها الثقة من انه هي تلبس هذه الملابس وتروح فيها المدرسة، لان هي ما تبى تسمع تعليقات ما شاء الله والله قلبي معذبني وش هذه المزة، قلبي الصغير لا يتحمل، فهي تفقد الثقة لما تسمع هذا الكلام وباشرة تقلب تلبس هذه الملابس واللي زي كأنها قاعد تداوم في زمن الحروب. بس بطلتنا تقول بانه هي ما تهتم بهذه الامور، سواء تطلع حلوة ولا سيئة، يعني هذا الموضوع ما يهمها، اهم حاجة بالنسبة لها انه هي تسرح شعر اختها الصغيرة، هي كذا تكون في قمة سعادتها. يا سلام على التربية، يا سلام على الأخلاق. طب يا أخي بما أنك تسرح شعر أختك، سرحي لي شعر. دائما ننسى أن أصلع إيش بأنا. عال عموم، بعد ما بطلتنا تسوباكي اتجهزت على أساس أنه هي بتروح المدرسة واللي راح يكون أول يوم في مرحلتها الثانوية. طبعا أول ما بطلتنا دخلت المدرسة وهي في كمية خوف من ناحية أنه كل الطلاب قاعدين يتفرجوا عليها، ومن هنا بطلتنا تيقرت من كلام أختها بأنه هي حرفيا جايب العيد بلبسها واللي زي ما قلت لكم كأنها قاعد تداوم في زمن الحروب. طبعا بطلتنا تسوباكي يا جماعة جدا متوترة في أول يوم في المرحلة الثانوية لها، لدرجة أنه حتى لما صاحبها قام يناديها أي يو تسوباكي واتس أب ماي جير، قالت له أس الله يضحك بس ولا كلمة. ايش بك يا ست الناس خوفتينا عسى ما شر. لا ابد سلامتك، بس الظهر قاعد ياذن فقلت تحترم الاذان يعني. اها ما شاء الله الله يقوي ايمانك، بس ترى انا بوذي تعرفيني في اليابان، وبعدين مو انت الوحيد اللي اسمك تسوباكي، ترى حتى اللي وراكي اسمه تسوباكي. ها اللي وراها كمان اسمه تسوباكي، كيف كذا؟ وحرفيا هذا الشخص اللي وراها اسمه تسوباكي، ما شاء الله تبارك الله، مقدرين انهم يكونوا مع بعض من اول شابتر. عال عموم، بعدها تقولنا الأحداث عند الحفلة الترحيبي لطلاب المدرسة الثانوية، وبعدها نشوف أنه شخصية سوباكي الذكر وهو قاعد يلقي للطلاب الكلمة الترحيبية حقت الدخول للمرحلة الثانوية، وأنه إن شاء الله الله يوفقكم وإن شاء الله سنة سعيدة وأنتوا قدها وقدود ومن هذا الكلام. عال عموم، بعدها بطلتنا لما خلاص انتهوا من الحفلة الترحيبي رجعت فصلها، وأول ما رجعت فصلها عشان تجلس في حقها الكرسي
اتضح انه اللي جالس جنبها هو شخصية تسوباكي الذكر. ليش ايش تبي مني انت؟ بلاك انت هذيك تبي مني شيء؟ لا انا ما بي شيء، بس في احد دازك علي؟ لا والله ما حد. ابسلك وش رايك تختصر 100 شابتر على المتابعين وتتقدم لي على سنة الله ورسوله في البيت ان شاء الله بعد ما نخلص الدوام؟ لا والله بصراحة ما انا حق الزواج في الوقت الحالي، لكن بالله تقدر تديني قلم ابكتب اللي في الصبورة بسرعة. وبعدها زي ما انتم شايفين بطلتنا تسوباكي تصدقت عليه بقلم رصاص. المفروض في الوقت الحالي شخصية تسوباكي الذكر يقول لها شكرا اريغاتو ما شاء الله ما قصرتي، من هذا الكلام تعرفوه لما الواحد يعطيكم معروف. البني ادم حرفيا شرشحها قدام الطلاب عشان فقط اعطته قلم رصاص، ما اعطته قلم سايل لا قلم رصاص، قام يشرشحها ويهزئها قدام الطلاب، مو بس على القلم الا حق الرصاص كمان على لبسها. والله حرفيا شرشحها قاعد يقول لها ايش بك انت كذا ملابسك قديمه، ليكون انت جايه ترسل رساله الى الوالي وراجع البيت بحصان، فاهمين كيف؟ عشان قال لك من زمن الحروب القديمه ملابسها. هذه نكتة يا جماعة. طبعا تحسب الموضوع وقف على قلم الرصاص وملابسها، البن آدم حرفيا يبغى يستفل، عنده إدرينالين مرة مرتفع. مسوي قال لك الطالب المحترم لما قال ألقى الكلمة الترحيبية الحين خلاص نزع وجهه الحقيقي، قام أخذ التقرير حقها على أساس بيستفل على حقها الكلام، ولما شاف إنه اسمها نفس اسمه قام حرفيا عصب. والله حرفيا شرشحها عشان بس اسمه زي اسمها، قاعد يقول انت كيف اسمك زي اسمي؟ ليكون انت معجبه سريه وتقعد تتبعين زي هذاك السايكو. فقام بعدها عشان كذا قام يشد شعرها. يا اخي هذا حمار ده ولا ايش؟ ايه ده؟ طب عدينا المرحله دي. مين الواد ده؟ طيب عدينا المرحله دي خلاص. ايه المسخره دي؟ عدينا. انا حرفيا في هذه اللحظه كنت وقتها قاعد اقول وش كنت قاعد اقرا بالضبط؟ يعني وين حقوق المراه؟ وين التعريف الاسري؟ وين الفيمينيزم؟ ولا اقول لكم الفيمينيزم لسه شكلها ما انولدت لانه المانجا مره قديمه. اقسم بالله لو شفت هذا المشهد قدامي، ولا اقول لكم خلاص بطلتنا تصرفت من تلقاء نفسها وقصت له شعره. طبعا حرفيا قام عصب، قال له انت باي حق تقص شعري؟ يلا اطلعي لي برا على الصرفه. وعاد لما طلعوا الصرفه قام يناهك، انت كيف تتجرأ تقص شعري؟ تعرف انه الخصله من شعري تكلفتها 70 مدري 75 مدري 80 مدري 90 ين، يلا ادفعي لي على كل خصله قصيتيها 70,000. يا رجال من زين شعرك تقول كانك ميكابيل؟ اقول لك بلا ميكابيل بلا ارثر مورغان، الحين راح تدفعي لي سويتي بشعري ولا راح اخذ الحساب بطرق ثانيه. بعدها البطل قالت له تمام لف واعطيني ظهرك. كيف ايش بعدين فكر حالها بفيلم من نتفلكس ولا كيف؟ ترى موضوع النسوية وبالنت اللي مسيطرين وبانه الرجال هم اللي يلفوا، هذا الموضوع في نتفلكس العبي مع اختك، لكن هنا عاد الموضوع هذا ما يمشي معايا. لكن زي ما انتم شايفين تسوباكي الانثى الا وهي مصره بانه تسوباكي الذكر لازم يلف، وتسوباكي الذكر خلاص يعني كبر دماغه وقال احتمال تبي تطلع شيك وما تبغانا اشوف الشركه حقت ابوها، فخليها نكبر عقلها ونلف على اساس احتمال تكتب لي مبلغ. وبعدها وزي ما انتم شايفين تسوباكي قامت تقص شعره، حرفيا قامت تقص شعره لدرجة انه حتى كمان لما قاعد يتحرك قاعد تقول له اثبت يا جحش اصبر بس. طبعا بعد ما خلصت شخصية تسوباكي تقص له، تسوباكي الذكر حرفيا انبسط من ابداعها في القص، وهي قالت بانه هي دائما بتقص شعر اختها زي ما احنا شفنا في البداية حق الاحداث، وقالت بانه هي تبي تجرب كيف تقص شعر الاولاد، وبعدها حطت راسها في راسه. ايش هذا؟ حرفيا حطت البني ادم في كميه خجل، والبني ادم بلطجي، البني ادم حقت مشاكل وحق استفلال، البني ادم معلم الفصل قاعد يستفل عليها وقاعد يستفل على قلمها وقاعد يستفل على حقها الزي المدرسي زي ما تشاف. هو دحان في مكانه الصحيح في منقر رومانسيه لما تطلع كميه الخجل هذه. وترى على فكره هو ما سكت لما هي حطت راسها في راسه، اتحداك يا شيخ هذا عامر النسخه اليابانيه. اه لا والله بالطياره البطله اتحداك يا شيخ. عاد اعطاها واحده في الفم عشان تحترم نفسها مره ثانيه، وهذا الشيء زي ما انتم شايفين مره خلاها تعصب، لانه هو في الوقت الحالي وعلى معتقدات البنات في المنهوات والمانجات الرومانسيه هو سرق قبلتها الاولى. يا نهار اسود يخرب بيته. والله عاد تستاهل، ما حد قال لك تحط راسك براس واحد بلطجي، يعني هذه الحركات يسووها في شهر العسل، ولا لما الزوجه تقول لزوجها انا حامل شوقي، يقعد بعدين شوقي يحط راسه براسها على اساس انه قال لك هو مترقب يعني طفلهم اللي حيجي، ولا بعد 3 أشهر من علاقتهم يسووا هذه الحركات، اوه لنا 3 أشهر على علاقتنا، انت بتحط راسك براس واحد بلطجي كان قاعد يستفل عليك بالفصل على ملابسك وعلى قلمك الرصاص وعلى ورقتك وعلى كل حاجه في الحياه، وتوك قابلتي وتحط راسك براسه، انت ايش متوقع بالضبط حيصير؟ والله حرفيا ايش متوقع من واحد يعني شد شعرك في وسط الفصل يعني حيسوي بالضبط لو انت حطيتي راسك براسه؟ وما يعني ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه الاساسيه. ايه القرف ده؟ وبس كده يا جماعه، كده يكون انتهينا من مراجعه اول مانجا رومانسيه قريتها في حياتي.
انا متاكد كثيرين قاعدين يقولوا ايش بك قاعد تقرا اعمال زي كذا، لكن قلت لكم حرفيا العمل هذا كان جدا مشهور، وقاعد اشوفه من ضمن الاعمال المشهوره اللي قاعد تنافس زي ناروتو وزي ون بيس ايام اللحيه البيضاء لما دخل الحرب حقت المارين، بليتش، هانتر اكس هانتر لما توغاشي ما كان يسحب، يعني اعمال جدا قوي. فريتيل كمان كان موجود وقتها وهو كان ينافسهم. فنفس الصغيره وقتها كانت تتساءل من ناحيه وش العمل هذا قاعد يسوي من ضمن الاعمال القويه بالضبط. وعاد زي ما انتم شايفين القصه حرفيا تضحك، يعني حرفيا رخص مو طبيعي من ناحيه انه واحد انت بتتكرم عليه بقلم يقعد يشد شعرك ولا يقعد يستفل عليك ولا هي تقعد تقص شعره، وهو بلطجي يعني اتنمر عليها فتقص له شعره وتحط راسها براسه. انت ايش قاعد يصير بالضبط؟ ايش قاعد يصير يعني حرفيا ايش قاعد يصير؟ وعاد اكتبوا رايكم في التعليقات للناس اللي قريوها، هل تشوفوا انه العمل هذا حرفيا يستاهل يكون من ضمن الاعمال المشهوره لما كنت وقتها كان ينافس اعمال زي ناروتو وون بيس وبليت، ولا هذا حرفيا عمل رخيص ومن عارف ايش يسوي؟ يعني ايش دائرته في الاعراب انه يسوي من ضمن الاعمال القويه ويكون المركز الخامس؟ انتم متخيلين؟ وعاد كمان اكتبوا رايكم في التعليقات من ناحيه تبغون نسوي مراجعه للشابتر الثاني والثالث، جدا يهم رايكم في هذا الشيء. وبس كذا يا جماعه، كذا يكون انتهينا من حلقتنا، وكالعاده لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناه، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد، وتدفوا المقطع للناس اللي مهتمين بالمانجات والمنحوات والانمي وكل الامور هذه. السلام عليكم.